في فيديو النهاردة هنتكلم عن خبر انتشر بقوة في الساعات اللي فاتت، ان الاعلامي رامي رضوان بيفتح النار على الفنانة نيلي كريم وعلى كل اللي حضروا فرحها امبارح وعلى كل اللي رقص في الفرح، سواء اللي حضر جنازة الفنانة دلال عبد العزيز او اللي محضرش، وان رامي رضوان قال ان دي اساليب رخيصة وما يصحش انهم يعملوا كده بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. هنعرف حقيقة الخبر ده وتفاصيل تانية كتير، لكن قبل تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. في بعض الشخصيات عرفناهم خلاص، وزي ما بنقول كده ان الاقنعة بتاعتهم وقعت وتعرفوا على حقيقتهم. عرفنا كمان انهم بيمثلوا لحظات الحزن كأنهم بيمثلوا اي فيلم او مسلسل، وانهم كمان ممكن يبكوا لكن دموعهم مش بتكون من قلبهم وبتكون بس عشان الشو والصور، لدرجة انهم ممكن الصبح يكونوا في جنازة بيبكوا ومنهارين من البكاء، وفي نفس اليوم بالليل او حتى في تاني يوم بيرقصوا ويزغرطوا في فرح. خلاص الناس دي كلنا عرفناهم. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الفنانة دلال عبد العزيز اتوفت من كام يوم بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، وحضر جنازتها عدد كبير جدا من الفنانين والفنانات. وبالمناسبة ياريت ندعي لها بالرحمة وان ربنا يصبر بناتها دنيا وإيمي على فراقها. من ساعات قليلة كان انتشر خبر ان الاعلامي رامي رضوان هاجم الفنانة نيلي كريم وكل اللي حضر فرحها ورقص فيه، لدرجة انه قال عليهم ناس قليلة الاصل وكلام زي كده. لكن طبعا كلنا عارفين ان الاعلامي رامي رضوان شخصية محترمة جدا، والحقيقة مش رامي بس، كمان حسن الرداد ودنيا وإيمي كلهم شخصيات محترمة جدا ومش ممكن يهاجموا حد بالطريقة والاسلوب ده. في النهاية هم احرار، اللي عايز يحزن يحزن واللي عايز يحضر فرح ويرقص فيه بعد ما كان بيبكي في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز هو حر في تصرفه. وحتى لو رامي رضوان كان نزل عتاب او حاجة زي كده هيكون باسلوب محترم ومن غير اي تجريح في حد، يعني مش زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا ان رامي رضوان بيمرمط فلان او بيمسح بكرامة فلان الارض. كل ده كذب ومش حقيقي، عشان كده احنا بننفي الخبر ده شكلا وموضوعا لان دي مش اخلاق رامي ولا حتى اسلوبه. كمان كان انتشر خبر تاني لكن الخبر ده حقيقي واحنا اتأكدنا منه، ان الاعلامي رامي رضوان وجه تحية للرئيس السيسي لانه اطلق اسم الفنان الراحل سمير غانم على احدى الكباري المنشأة حديثا، والحقيقة دي لفتة طيبة جدا من الرئيس السيسي لتخليد اسم الفنان اللي امتعنا وضحكنا على مدار 60 سنة باعماله الفنية اللي مش ممكن ننساها ابدا مهما طال الزمن. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا مخلصتش، استنونا فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم.